هنا عندما يلاحظ الإنسان بعض الحالات الاجتماعية في بعض الأماكن، عندما يأتي الزوج إلى بيت أهل الزوجة، ربما بعض النساء تنظر إليه، هذا زوج فلانة، ليش مو حلو، ليش مو ثري، سيارته شنو، كذا كذا، شبيه الشكل، ليش بخيل. أو بالعكس، عندما تذهب الزوجة إلى بيت أهل الزوج، تبدأ أخت الزوج أو أم الزوج أو أب الزوج أحيانا، لماذا تلبس هكذا، لماذا غير نظيفة، لماذا كذا، لماذا كذا، فيبدأون بالانتقاد ويزرعون بذلك بذور الخلاف والشقاق بين الزوجين. رسول الله صلى الله عليه وآله يعظم شأن علي في نفس فاطمة وشأن فاطمة في نفس علي. لا تقل أن هذا هما عظيمان، بلا ريب هما عظيمان، ولكن يريد أن يعلمنا أيضا، أنا والد الزوج كيف أوصي ابني بزوجته، وأنت والد الزوجة كيف توصيها بزوجها، وكيف تصنع علاقة طيبة بينهما. قال يا فاطمة نعم البعل علي، وقال لعلي يا علي نعم الزوج فاطمة.